بسم الله. دلوقتي هشوف ازاي نعمل كفر بيج للصفحة بتاعتي، او انا اصمم صفحة، اول صفحة في الملف بتاعي. ممكن ببساطة تيجي انسيرت وتقول له كفر بيج وتبدأ تختار من الاشكال ديت، او ممكن تقول له انا عايز اختار من الموقع بتاع الاوفيس. هتلاقي الاف الصفحات اللي تقدر تختار منها بشكل شيك وجميل. طيب لو انت عايز تصمم، ممكن تقول له مثلا عايز اعمل انسيرت مثلا لبيج بريك، فتبقى في صفحتين كده. طيب خلينا في الصفحه ديت اللي هي الصفحه الرئيسيه، اقدر احط بقى بعض التصميمات بدل ما اعملها بالفوتوشوب وكل ما اجي اعدل في الصوره اجي اعدل هنا. لا، بكل بساطه هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل مثلا شكل من الاشكال ديت. ممكن مثلا تنزل شكل زي دوت اهو. طيب الشكل ده خلاص كده ثابت؟ لا، تقدر في اي وقت تعدل فيه زي ما انت عايز. ممكن تدوس كنترول فتقدر تتحكم فيه بالشكل دوت، وممكن تدوس شيفت عشان يحافظ على الزاوية 90 بتاعته بالشكل دوت. ده مثلا تحطه مثلا هنا، تقدر تعمل له روتيت زي ما انت عايز، مثلا تحطه بالشكل دوت اهو. تقدر مثلا تكبره بالشكل دوت، تقدر تعمل التصميم اللي انت عايزه على شكل بتاع الصفحة. ممكن بعد كده اقول له مثلا ده انا عايز اعمل انسيرت صورة بيكتشر، تبدأ تختار بقى من الصور. أعتقد دي ممكن تكون صورة مناسبة. دي صورة صورتها في المدينة التعليمية، تقدر تجيبها مثلا هنا. طيب ممكن تيجي هنا تقول له أنا عايز أعمل الصورة ديت، تغير الفورمات بتاعها، تعملها مثلا زي إطار كده زي ما أنت عايز براحتك. ممكن تقول له ده انا عايز اتحكم في الفريم بتاعها، تعملها فريم، تعملها تأثير. ممكن تقول له ده انا عايزها تبقى في سطر لوحديها، عايزها تتنقل معايا بسهولة، تحطها مثلا بالشكل دوت. مثلا هيت تكبرها بالشكل دوت. طيب ممكن بقى تعمل انت مثلا مؤثر تاني زي دوت، تقول له انا من انسيرت، تقول له انا عايز اعمل انسيرت لي، ممكن تحط سمارت ارت او شكل اخر زي ما انت عايز. ممكن تحط مثلا شكل زي ده، تحط شكل من دول الاشكال ديت، تبدأ تختار واحد كده وتبدأ تحط مثلا بالشكل دوت تبدأ تعدل فيه زي ما انت عايز. وده برضو تقدر تخليه كده. طيب وعايزين مثلا ندي تأثير هنا، هتقول له انا عايز مثلا اعمل واحد تاني بس هتغير اللون بتاعه. تقول له انا عايز اعمل شيب مثلا، تختار شكل زي دوت وتغير اللون بتاعه من هنا. تقول له مثلا عايز اللون بتاعه ابيض وتبدأ تنقله مثلا هنا. تختار الزاوية بتاعته، مثلا بالشكل دوت، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز بحيث ان انت توصل للشكل اللي انت عايزه. طيب لو عايز اضيف اي كتابات، مثلا عايز تحط كتابة هنا، اروح اقول له من انسيرت انا عايز اعمل تكست بوكس، تقدر تختار التكست بوكس بتاعك اهوت، تبدأ تغير اللون بتاعه وتخليه مثلا ابيض اهوت. عشان يبقى صغير تعدل فيه، تمسك الكتابة ديت وتخليها كبيرة شوية، تقدر تعدل براحتك زي ما انت عايز بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا وتعمله بالشكل دوت، تقدر تضيف أي شكل أي كتابات لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها. بدل ما تقعد تعمل على الفوتوشوب، لا، تقدر تيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز مثلا شيب مثلا دائري مثلا بالشكل دوت، او بيضاوي وتيجي هنا تضيف تكست زي ما انت عايز بالشكل دوت.
تقدر تعدل الكتابات بالشكل دوت لحد ما توصل للصورة اللي انت عايزها. وكل الكلام اللي هتكتبه هنا هيبقى بعيد عن تأثير الصفحة ديت، لأن احنا عاملين هنا بيج بريك، فده هيبقى منفصل عن دوت.